الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهمية الصلاة، فإن الصلاة ثانية أعظم أمور الإسلام ودعائمه العظام، فهي بعد الشهادتين آكد مفروض وأجل طاعة، فمن حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. أخرجه الترمذي والنسائي. ويقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي. وكان صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بلال، أرحنا بالصلاة. أخرجه أحمد وغيره. فكانت سروره وهناءة قلبه وسعادة فؤاده بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، الصلاة هي أكبر وسائل حفظ الأمن والقضاء على الجريمة، وأنجح وسائل التربية على العفة والفضيلة. يقول تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نفحات ورحمات وهبات وبركات، بل تكفر صغائر السيئات وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه أي وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا أي الذنوب الصغيرة. متفق عليه. إن من أكبر الكبائر ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها كسلا وتهاونا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم. أي تارك الصلاة قريب من الكفر لعظيم ذنبه. إن التفريط في أمر الصلاة من أعظم أسباب البلاء والشقاء، ضنك دنيوي وعذاب برزخي وعقاب أخروي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فيا عباد الله، كيف تهون عليك صلاتك وأنت تقرأ الوعيد الشديد في قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة عبادة عظمى لا تسقط عن مكلف بالغ عاقل بحال، ولو في حال الفزع والقتال، ولو في حال المرض والإعياء، ولو في حال السفر ما عدا الحائض والنفساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن نكون من المداومين على الصلوات، إنه على ما نسأله قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.